دكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة برايم القابضة والشركات التابعة لها. يتمتع دكتور عياد بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال البنوك والائتمان، حيث أنه حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة طنطا عام 1994، وحصل على ماجستير مهني في البنوك وإدارة الأعمال عام 2011 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ودكتوراه مهنية في إدارة الأعمال عام 2015 من جامعة نيكلسون. بدأ مشوار مهني كرئيس للائتمان ببنك مصر إكستيرير حتى اندماجه مع بنك مصر، ثم تم تعيينه في بنك بلوم رئيساً للائتمان، وعمل كمدير عام شركة قمة الإبداع للاستثمارات المالية بالإمارات العربية المتحدة، ثم عمل مدير إدارة الاستثمار بشركة الاستثمار الكويتية المصرية. ومن إبريل 2023 حتى تاريخه تقلّى الدكتور محمد عياد منصب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة والشركات التابعة لها. ورجعنا من الفاصل وبنرحب بضيفنا دكتور محمد عياد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذ ايمن، شرفتنا وبنشكرك على قبول دعوتنا وتواجدك معانا. بشكرك واتمنى اكون ضيف خفيف عليك ان شاء الله. انت تشرفنا يا دكتور. احنا في الفقره دي بنحاول نساعد فيها الناس في موضوع الحلقه. موضوع الحلقه اعمل مشروع. فالنهارده في الفقره دي بنحاول نخلي الناس تعرف ازاي نعمل المشروع بدايه من دراسه الجدوى وخلافه. هتجهز نبتدي؟ يلا بينا. يلا نساعد. نبتدي. يلا نساعد. يمكن بداية المساعدة للناس إنها تعمل مشروع، بنحاول نقول لهم يعني إيه دراسة الجدوى وإزاي يعملوا دراسة الجدوى. فلو نقدر نوضح للسادة المشاهدين. يعني بداية من المهم الفترة الجاية كلها إن لازم كل الناس تبدأ تعمل مشاريع، لأن المشروعات الصغيرة هي اللي هتكون هي الأساس وحجر الأساس عشان الناس تبدأ تعمل فلوس وتبدأ الاقتصاد بتاع مصر كله يتحسن في الفترة الجاية. أنت دلوقتي عندك فكرة، فكرة جت إن أنا عايز أعمل مشروع، أبدأ المشروع ده إزاي؟ عشان أبدأ مشروع لازم أخطط له. بداية التخطيط لأي مشروع هو إن أنا أبدأ أعمل دراسة الجدوى. دراسة الجدوى ليها طرق بسيطة وسهلة. أنت ممكن تستعين بأحد الخبراء في مجال دراسات الجدوى أو أحد الشركات، لكن أنت ممكن من خلال أن أنت تعملها لازم تبدأ الأول بتدرس السوق. أول خطوة في دراسة الجدوى هي دراسة السوق بتاعك. طب ما أنا لسه برضو لو تسمح لي نعرف الناس بس يعني إيه دراسة الجدوى. أنت عندك فكرة، الفكرة دي بشوف هل هي مجدية أو غير مجدية، هل لها عائد في المستقبل ولا ملهاش عائد. فببدأ خطوات دراسة الجدوى عشان بالنسبة لي بعد كده أقدر أشوف الفكرة دي تصلح إنها تكون مشروع ولا لا تصلح، وفي حالة إنها تصلح تكون مشروع أعمله فين وإزاي. تمام، هي دي ببساطة هي دراسة الجدوى. تمام، ندخل بقى إزاي بداية دراسة الجدوى عن طريق دراسة السوق. دراسة الجدوى هي ليها أكتر من خطوة. فالخطوة الأولانية أنا عايز أعمل مشروع، المشروع بتاعي لازم أدرس فيه السوق. يعني إيه السوق؟ السوق بتاعي هنا هو سوق المكونات بتاعة المشروع، المواد الخام بتاعتي أو المكونات المشروع بتاعتي هجيبها منين وهبيعها فين ومين المنافسين بتوعي. فدي أهم حاجة، هشتري منين وهبيع فين ومين اللي بينافسني. طيب أول حاجة بدور عليها أنا هشتري منين، فبحدد إيه مكونات المشروع بتاعي. ببدأ أشوف هل بالنسبة لي إن أنا بشتري من السوق المحلي ولا هحتاج إن أنا أستورد جزء منه، وبشوف مين اللي بشتري منهم. بحدد أكتر من حد بيورد لي المواد بتاعتي، المواد الخام، وببدأ أقارن في الأسعار اللي موجودة وبحضر بيان بالأسعار بتاعت المواد الخام بتاعتي. دي زي ما بنقول كده الموارد اللي هو هيحتاجها. بالظبط كده. تمام. تاني حاجة بشوف أنا هبيع فين أو مين احتياجاتي. يعني مثلاً هبيع لو المشروع أكل وشرب مثلاً هشوف منطقة سكنية هكون فيها، هلو المشروع حاجات مواد بنا هشوف منطقة بتكون لسه بتبدأ أو فيها إنشاء وأكون فيها. فبحدد بناء عليها المكان اللي أنا هبيع فيه المنتج بتاعي. يعني بحدد المنتج وبحدد السوق وبحدد المكان اللي هبتدي فيه. تمام. تاني حاجة اللي هو بحدد التكلفة اللي أنا هتكلفها في حاجة زي كده. لازم أشوف مواردي أنا الشخصية ولازم أشوف التكلفة الاستثمارية أو التكلفة اللي هيتكلفها المشروع ده.
يعني لازم أحدد إمكانياتي، هل تتناسب مع المشروع دوت ولا ما تتناسبش مع المشروع ده؟ هل إمكانياتي أو مدخراتي اللي أنا هحتاج جزء منها في المشروع دوت هل متناسبة ولا لا، ده أكبر من حجمي أو أصغر من حجمي؟ ببدأ أشوف هل متناسب المشروع ده مع إمكانياتي ولا لا. تمام. يتبقى المنافسين، لازم أعرف المنافسين بيبيعوا المنتج بتاعي بسعر إيه عشان أقدر أحط نفسي في السوق في النص أو أحدد التسعير بتاعي. بناء على التسعير بتاعي يبقى انا كده جبت بيانات هشتري بكام، وجبت بيانات هبيع بكام، وحددت المكان بتاعي وحددت المنافسين بتوعي. هيتبقى بالنسبه لي التكاليف الثانيه، يعني هحتاج بقى هشوف هبدا الفكره بتاعتي دي محتاجه موظفين قد ايه، محتاجه عدد عمال قد ايه، هل محتاجه عربيات، هل محتاجه تجهيزات، محتاجه ان انا هصرف مبالغ قد إيه في الحتة دي. لما أجي هشتغل هشوف التراخيص بتاعتي، أهم حاجة برضو دي نقطة مهمة، هشوف أنت محتاج تراخيص إيه، طبعاً إنشاء شركة، سجل التجاري، البطاقة الضريبية، رخصة مزاولة المهنة، والحاجات اللي هي التراخيص. بشوف التكاليف دي كلها وببدأ أكونها على بعضها عشان أشوف في النهاية هحط مبلغ من المال، المبلغ دوت هل أنا أقدر عليه ولا أنا هحتاج مساعدة. بس الموضوع يبان إن هو يعني معقد شوية أو صعب بالنسبة للناس البسيطة إن هو يبتدي مشروع ويعمل دراسة بالشكل ده، فهل هي فعلاً الموضوع صعب كده ولا ممكن يبقى سهل عليهم إنهم يوصلوا للمعلومات دي؟ لا، الموضوع بسيط جداً والموضوع سهل، ما فيهوش أي حاجة. طبعاً حسب المشروع، الموضوع المشروع لو بسيط، يعني لو بنعمل محل صغير فإحنا عارفين إمكانياتنا اللي هتكون فيه. لو مثلاً هجيب عربية أشتغل عليها برضو عارف إمكانياتك اللي أنت، لكن الموضوع مع كل ما بتكبر كل ما المشروع بيكبر فانت بتحتاج يكون معاك بيت خبره معين يديك المعلومات دي جاهزه على طول لو انت مش تقدر توصل لها، وده متوفر الحمد لله في مصر. ما تقدرش تبدا من غير ما تكون عندك المعلومات اللي تساعدك، لان لو المعلومات مش موجوده فبتكون اكتر عرضه ان انت تفشل في المشروع بتاعك. دي بيكون من احد مسببات النجاح لاي مشروع. يعني لازم نخطط، لازم ندرس، لازم نشوف السوق ونشوف كل الأمور المتعلقة بالمشروع، من موارد، من منافسين، من أماكن للسوق للمشروع اللي هنعمل فيه، من موارد متاحة مالية. كل الكلام ده لازم يتم دراسته قبل ما نبتدي المشروع. مظبوط مظبوط. ويعني برضو يمكن احنا ممكن ناخد كحاجة بسيطة من اللي كانت بتقال في الأفلام زمان مثلا عشان كمثال ان احنا ليه لازم نخطط، كانوا بيقولوا احنا ممكن نبيع بطاطين في الكونغو، فطبعا مش معقولة هتروح تجيب بطاطين تبيعها في الكونغو، فلازم تختار المكان اللي يناسب البضاعة بتاعتك. ولازم يكون في نفس الوقت برضو عندك القدرة والإمكانيات على إدارة المشروع، لأن ده أهم حاجة في أي مشروع إزاي تديره. طب لو اللي بيعمل مشروع ما عندوش خلفية عن الإدارة، هل بيستعين بشركات تدير ولا هل هو في أماكن بيدرس فيها أو يعرف فيها إزاي يدير؟ لأن مش كل الناس عندها خلفية للإدارة. الأول يروح يدرس إزاي يدير أو يتعلم، وفي أماكن مخصصة معروفة إزاي تدير وإزاي يعلمك إدارة المشروعات. في تاني حاجة إن أنت ممكن تستعين بشركة للإدارة، ودي أصبحت حاجة موجودة حالياً في مصر، وهي من فترة موجودة في أوروبا وأمريكا لكن دلوقتي موجودة في مصر بشكل كبير. الحل التالت إن أنت تعين ناس تدير لك المشروع وأنت تدير الناس دي، فبرضو ده متاح وده الحل التالت واللي معظم الناس بتعمله دلوقتي. وإن كان الأفضل من وجهة نظري أنا إن أنت تجيب شركة إدارة لو أنت مش قادر تدير المشروع، تتعلم منها في فترة الأولانية السنة أو السنتين الأولانيين، وبعد كده تبدأ أنت تدير مشروعك بنفسك. طيب السوق المصري حالياً في تضخم، ويمكن دي أزمة عالمية موجودة على مستوى العالم، هل الوقت ده مناسب لأي حد يبتدي مشروع؟ هي المشكلة الحالية إن في إعادة تسعير تقريباً كل فترة، يعني كل فترة بسيطة، يعني هو عشان تعمل دراسة جدوى لازم يكون الأسعار محددة. مشكلة التضخم اللي موجود حالياً في مصر إن أنت الأسعار بتختلف يمكن من شهر للتاني، وده بيصعب إن أنت تعد دراسة الجدوى. لكن طبعاً إذا أنت عملت مشاريع معينة، يعني في الوقت الحالي لازم تختار مشروعك بعناية، لازم تكون دارس المشروع بعناية، لازم يكون عندك حاجات في دماغك تكون تساعد إنها تغطي حتة فروق الأسعار، تكون عارف إن أنت ما هتشتغل في المنتج ده
ان انت هتقدر تنقل فروق الاسعار للمستهلك النهائي. وبيعمل احتياطه برضو على لو حصل ارتفاع او كده، وبياخد زي هامش كده ممكن لو حصل او كده. لكن هل ينصح بان هو لو هيبدا مشروع يعتمد على مشروع فيه مكونات مستورده، ولا يبتدي بمشروع فيه منتج محلي؟ لو كنصيحه دلوقتي اشتغل في حاجه منتج محلي 100%، او لو هتبيع في السوق المحلي. لو انت هتبيع وتصدر في السوق الخارجي ممكن تشتغل في مشروع فيه مكونات مستورده، لو انت عندك مصدر دخل دولاري او مصدر دخل خارجي من خلال التصدير. فده يعني لكن الافضل لو مشروع صغير اشتغل في المنتج المحلي، وده طبعا هيبقى افضل لان احنا عايزين نشجع المنتج المحلي في الوقت الحالي عشان ندعم الاقتصاد المصري ونقدر نعدي مشكله التضخم والازمه الاقتصاديه اللي بنعاني منها. دكتور محمد، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا، وبنتمنى لك التوفيق، وشكرا على الكلام القيم اللي حضرتك افدتنا بيه النهارده. شكرك يا أستاذ أيمن، وبنتمنى أن كل المشاهدين يقدروا يعملوا فلوس بعد ما يسمعوا برنامجك القيم. شكرا دكتور محمد، ونلتقي الفقرة القادمة مع ضيفنا الدكتور رأفت الصاوي في إزاي تعمل فلوس. نلتقي بعد الفاصل.